Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Guhdareme aziz, paşvaneme ku lemed vizen, emhiru halakake leser malbati meran, malbati alaqi جن مهران و زاروکان چلو مالبات که اسلامی مری چهد که پیدا دمشه اسلام اهمیت که پر مزن دای مالبات ہے لانی مالبات کو نه چهد به مالبات پر مجتمع مسلمانان چهد به مالک کو اگر درست و علاقی خو باش بن هر کس هر فرد د و مال باته دا حقوق خزانه به چیزی ته خواستن واجبات خزانه به و علاقه که خوش به هفر چه بکن او مجتمعا جوا مال باتان د به مجتمعا کی سعید مجتمعا کی کو خوشی تیرا ہے رندی تیرا ہے پاکزی تیرا ہے یعنی علماء دبیجن دبی مالبات بینے کلپی چکی بینے نعیتا کی کد کے مالک لے کیا کد کے من نعیتے تے پاکز بن قویم بن صافی بن گوشی خوش درست بن او قوناغ تبوان نعیتان لیکی قوناغ کا پاکش درد کبه چلنگ درد کبه او قوناغا کیفی تجیره تی ترحتی خواتی را دبینی مالبات او جی تشتی کیوله که اگر مالبات دا مجتمع دا پاکش بن درست بن افراد خواه قنج بن او مجتمع مسلمانان ایکو جوان مالباتان چه دبه دبه مجتمع کی سعید راحتی خل دنیا دبینه و نهایت خل آخرت تشتکی پاکزه خدا تعالی ثواب و اجرت دده اونا ولذلك باختصار مالباتی کتی دا تشویش هبه و خرابی هبه و نرندی هبه او مجتمع به الا تیدا مشکلات تیدا چه ببن نخوشی دو مجتمع دا چه ببن و قتل و قتال و پیسی و نرندی تیدا چه ببن ولذلك خدا تعالی عقد زواج ایک نکاح چه دبه پیرا گوتی میثاق غلیظ و اخذتم منهن میثاقا غلیظا یعنی گوتی پیراکی کهن علاقه پیرا چه دکن بعقد نکاح بنوی خود تعالی و نزک پیراکی خود بن او عقد ما بین وداک وقت نکاح تا برین عقدک غلیظ یعنی گریدانک پر قوینه او گریدان قوینه کن نکاح پی چه بوی یعنی پر خطرک خوی مزن هیا ولذلك يكي كبوع عقد النكاح اعتراف بينك او هذا عقد النكاح بشعتنا يعني بر هناك دركتنا انها خورت ان ايك ثقافتي غربي استاندنا ايك عادات غربي نتيجه وافلام ونتيجه وتشتي كش درفه داتين دبيت يا اخي ما شاف ذا حذكري كتشك لو كشاف ذا حذكرنا خلص ام علاقه مالك اخو تشيكن چه علاقه عقد نکاح هی و چه زواج و اری و نبات گیش که خرافات انتش ته کفنن گوه نادنی که افا وسواس که شیطان اکو کت کت آقلی خورتان گینجان و اعتراف عقد نکاح نکن نکاح شرعی چه نکرن حزار و حزار بلا و جوان روی ورن و به تس سعادت تر حتی ده حیات خدا نابینن ولذلك
خدا تعالى ما دام نبي نكاح نبي عقد الزواج كنا كح ببرن خورتو كتشك ظلام وبراك عقد خدا تعالى قلتي واخذت منهن ميثاقا غليظا وجريكك فرق قالن فرق قوين ولبراك خد شاكر ولذلك لازم احترام بعقده بكن حقوق وواجبات ثروه شادبن حركسك زانبه شو حق خوتشيه شو لازمه بك مقابل طرف يدن حق ميره هنا سر جنكي حق جنكي هنا لسر ميرك وحركس حقوقي خناس كرن وتشتي جيتي خصن واجباتي خناس كرن ودري دورضا مشيان او في مالباتك سعيد به مالباتك قوين به مجتمع يجي شبابه مجتمعك قوينه مجتمعك سعادتي لها يعني خوشي رحتي نرندي بجوهر شبابه الإسلام هذا أصلي مالبات التكوين إخوة جنو مهر جنو مهر علاقات مالبات شبابه أو الشرعي برغبتي الشرعي والشرعي هناك شروط دانينا كحطاني مالبات بيت شاكرهن مثلا لازم كد بريك بالزوجة لكفاءة جني كد كي بخازي في الرهبة شلو كفاءة يعني قد تعالت قرآن هذا تعبيرك بر دقيق كريه قلتي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قوتي بيرك بين جلي كو ميرك ستر دكي وبايا بين كو جلي جنك ستر دكي تعبيرك بر دقيقة هن لباس لكم بيرك جلي وانا ستر وانا ولا ميرك مير لباس جلك كانت جنك هنا كنت تكي هاري كراسك يخابك كري بانترونك يخابك كري طاقمك يخابك كري تتفكري تدبي مثلا أذكم قماشك بكرن جمرة ترزي تفصيل بك جمرة كري كراسي الخاكم أو كراسة أولا تدناري تدبي عمري من عمري من أز مثلا اختيارم أزراب ميكي جاوكي برلاقي بالشوك أو يكون دبرقي أو بكي لا مناسبة جمرة مري عمري خي مزن لازم أجلكي راكز بي ناي برقان دي بيبتشتواني بي وأي خورتانا إذا أنت أول شيء عمري خاكر ياكي كو خورت بي هر أجلكي بكر أجلي بيران أي قالانا بخلبي بابا الزوقي في خرابي ناي يعني تشتي كلها قوي ناكره داره اي خوردان كره خورد اي قولان بكره نلا يبقى طيب قاد ديان حكم مني مادي اي مالي زنجينم تشتكي فقيران بكرم في خلبي فاي بخيلة فاي قلصا ناخذ مصرف بك تي فقيري حكمة تتنت راكي اكي تشتكي اي قيمتي خب بلند بكري في خلبي باي مصرفة جو حكمي خد دارت يعني حكمي خد ناقي كي دار جلي قران أو دكري بخوي فقيرة برشية نال هايقة إذا سفتحت حكمي عمري خاكر آد ديان حكمي مادي ناحي مادي كر آسسيان كو يكي بري تنق به كو يكي بري فرى به أو جي نال هايقة لازمة تشتكي قاندي جاني خواب كري خدا تعالى بتشبيه لباس كري جنو مير لازم وقت تفكير كشكك بكري تفعم بك عمري تاتش قاسة عمري واتش قاسة فر مريه فر اخوانا عمري خشيست حفتي صالة دارة كشكك بسالة قاسة خطأ كان كفاءت تند ما بينينا يك دارة والله لتشالنجي دنيره ولكن ياك كشكك الجاهلة نخوان دنيا زاني أوج مثلا شهادة جامعة بيرة خريجة أرينا تخطورة مهندسة
عالمه او داره کشکک جاهل لانی چلنگ پرلاقه داره یک نخوندی خوازه و نلای قنکن تفاهم بکن او بالعکس یکی والله خور تا گنج او داره جنک خوازه جنک مثقفه او علمی خو شهادی خو او خو داره اوجی یکی مثلا شفیرید که یم پالی عامله تشتکی قضية يعني تفاهم ما بيني وما ده كفاءات النية الرابي مثلا يك طبقاك الزنقينة وتجي فقيري بخازي كفاءات النية أو بالعكس يك جاري يك مالي خذ شغالك يعني خزمتشيك أخوها كري قردي خزمت مالي ويدك خارن خبخانة دابد دخازه طيب أو تخذي مالي مثلا استازی، تختوری، اوی یک خزمتی ها که خود خوازید نه لایقش داره ولی ذلك فاتشتانه خدا تعالی گیش کش بدایت مراعات کرنه ده مالبات ده لازمه کفاعت ها به لازمه او شروط ها دانه شروطی که دانی مثلا ای مزن تیده ها لازمه تشتکی علنی به لازمه شعده ها بن اقل چی ده شعده ها بن کفان نکاح ها تشتکی ها تو خدا تعالی يعني نكح الهفد برين دش عده هنا بإذن خديج نكة يعني باب خاه براي خوي مزنه كسك خاه مريك خاه أوجي حاضر به زانه به كفاتش لكي مشروع نكب دزي خورتو كتشك هفد عجماندن وقول ما هفد خاص وانتهنا باب مشكلة برجي شاب من برتش شاب ولذلك خدا تعالى بقرآن بيروز ده سنت پیغمبر علیه السلام شروط دانی تشتی کو کفاعتی شرط کری بفاتشتانا جبو کلی انی مالبات اسرت عائله اساس تکوین مجتمع مسلمان هنه کش سفتح ده قویم به درست به راست به پاقش به او مجتمع به ولو چه به ولو بمشه ام سؤاله که برادر خود کن سؤال او جماد كلام جوابي هون بدن كلام كسؤال يا اخوان شرط نكاح مالا چيه؟ بله يعني شروطنا خدا تعالى چه كرنا لازم اي كد كي عقد نكاح ببره كي نكاح جنو ميل هفد ببره لازم زانه به چد بیجه چه عقده چکید که سوان دبه کم مله به دبه شیخ به او دبه یکی زانه بونه یعنی جاره نه شرط کم مله به نکحه ببره یکی فهمان به زانه به اولا به رزالغی جنو کمیرک به هفه آددیان شرط عقد نکحه ببه و جنا فلان کس کچه فلینه تقبل دكيكم جنات تابع بعقد لسر أو قرآن وسنة بيخبر عليه السلام وقالاني خاف قصابة لازم قيلين بيلبك تقبل كريفة أو جباب أريم قبل كر يجار بي زو خدي جنك برسك خدي جنك ببيجة من إذن دا كوازفا جنك بفلين دم يعني أنكحتك أو زوجتك يعني من نكاحة وداتا من زواجة والتبري بفقصة قالان وبالرضاية وبالرزالغية أو جبابي من قبول كر بهجر أو وبزفرنا من تقبول كري بالنكاح إسلامي بعقد قرآني بيروز سنة بيغمار السلام وبقالانك بفقصة من تقبول كريكا لازم فا شروطانا بين الذكر كرن اما يكي جاهل وره بي والله من فلان دات او خلاص نابه واني لازم هناك يعني خاصة مذهب الشافعي ده دبي لازم عقد النكاح او زواج بين لفظ كرن وقت يكون نكاح الهفد دبرن و هيجا الجم ملبه جم اوه به جم قاضي به حيكم به الجم كيبه قش كي دبن هما يكي و شروطانا نه جین عقد نکاحه و قلیم بیل نکه
والشهادات تنبن او عقدك ندرس عقدك ن شرعا قبول نابه لازم مري هاجه خهبه يعني بدايه هذا والعياذ بالله كهجر شروط نجي واخذ نزك هفته زنكاريت كنا بهفته عقد النكاح ندرس به زنكاريه يعني خد تعالى نحق زنكرة دخيل تشتكي ونرش بيرة دخيل زاروكي وانا نادرست او تشتكي بر مشكلة كما زنا لازم عقد النكاح بشكل بشروط اخا بامور اخا سواء لجم مشايخ به لجم حاكم به شروط انو نجي كنا نجي او نكاح ندرست دبعدكو نكاحك الشرعي واني شابو علاقاتك الزوجية تشابو لازم يعني حق لسر بيها يا كثقافتي ناحيم مالباتي حقوقي وي وإبراكي وي زانبه وحقوقنا هيدي هيدي جنكي را بيلبكي مثلا جنة شرعا تتكلفين مالي لسر جنة تنه جن قالانه خدبه صافي حق مهرکتنه مهرکی جنه که کلفتی و تشتکی بی ازنه و بی رزالغی و جی بستینه بی مپرد دانتا من عرض قالان داتا من او داتا و نجایزه جی بستینه خدا تعالی گفتین ولو که قنطارک ولو که يعني باري حيشتركي زير ودانوا نجايزة ومتشتكي شيء بستن إلا بالرزا الغيوة جاريشن مثلا دنارة ميركي خواه پريشانت كي سلمينك چكت كي شركتك كي تشتكي چكت دوي والله ميركو حياتي ما يكو أمن تشي أسي ما قالاني مهيفا قالاني تدايما جي سلماني كي خواه چكت إذا بشغل وكسج ما جيان ري او رزال غيخا هما الضغط لي بكي مهرك ضغط لي بكي جارها خاصة خلكي مي كرمانج بافو دي برا ضغط لي ذكن يعني كي قيسكي خبدنا دبي تي فران وقاس حزار تي قالاني بمدية وتي جلانجي ربكي وتي زير بكي او بكي قالاني وي بري ددنا قيزكي وانا او قيشكي دخون واجي نجايزة يعني شتو نجايزة ميرك قالاني جني خبخه بير رزالغي و نجايزة بافو ديو برا قالاني قيزي خبخن ونتشتكي ندنا وانا ولذلك فاتشتانا لازم ثقافتي مالباتي هبه كواغر قيزك نعم ثقاف بين ونظام بحقوقي خوشنا وتكارت زمتي يكي كفه لازم يعني اولا حق بافو الدين وهو بكي نكرن او نظامبون باتشتانا لازم امريكي خواه بعد يقوى عقد الزواج اكر حق التفاق باتشتواني واجبات امل سرط طاعت اما بكي تماني بكي او بكي باتشتانا قشكي لازم الثقافتا مالبات ذهبه جبو كس حق كسي نقوى كس ظلمات عدل كسي نك سؤالك ايش دارفه ببيزن السلام عليكم سيدا جنو مير چاوا كرن حياتا خوش درباس بك سؤال دبي چلو جنو مير كانن كو حياتك درستا رحتي خوشي تيدا هبه بعيشن دمال خدا وك ما قوتي كنتشت سفتح دا يعني ملاحظة كرن كفاءت ما بيني وان دهبه يعني ناحية فكري نيزك هبن ثقافة ديوان نيزك هبن عرفوا عادته إيه يعني كوياك جدارك الدور بخازة عرفوا عادته ديوان غيري إيه مرامبن مريد تعب ببيراكيرا يعني لازم بيئة ديوان عرفوا عادته ديوان نيزك هفدبن جيشن ده هركز حقي خاص زانبه مثلا مر زانبه كو مصرفي مالي وجنكي اوه قشكي لسرويه تشتي كي شغلك الدرفة مالا بك لسروي أو مسؤولة تشتي هندر مالا دا تشتي كو مثلا خزمتي مالا بك خزمتي زلامي خابت هندر مالا دا بيرك أو يا
واجب السر بيركه لازم بيرك وخدمته بك بيرك كسك كمرك دبي فلان مثلا جيراني مي فلان او خدي مي فلان معروفه كي ما بسمامه ما ازواي انسان كي شي ني رازمه ناكه مالمن لازم بيرك وي وي شخصي نك اندر ماله باذن مالك يعني اذا خاز جار كسك دنيري اخلاقسز والله ف قتل الموران دقره او دكه بادبيان دكه واي انا خازم دمالي مكافي بيرك باذن مالك خا كسكي مري به كو اگر برا به براي وي بخد به كشي ني رازيه نك ماله الا باذن مالك مثلا مالك دكه يعني تشتكي لازم اخلاق هبد ما بيني وانت مثلا هنا قال لك انا دبي بيراكي خرا دبين تي نري مالي بافي خو مالي براي خو ومالي دي خو تي وانا زيارتناك قلت بر وان قدك فصلة الرحم قدكر يعني صلة الرحم اسلام حزدك وانسان معاشري خو بخلقي مادام تخطر تبسيل جموان تنه شرا تمنع بكي جنك هر مالي بافي خو دي خو براي خو زيارت بكي يعني خشيد ما بيني وان ده شيء ببي يعني هناك بأول يعني بوجداني عندك زنك إيش خدي ومنع عندك ناقة أفتشتكي سعادة شيء ناقة هما كو بالتفاهم شيء بو كان يعني زنك نوعك حرية وهبة آد ديا مثلا مارك يعني فرجن مد مدحي حزدك انت خازن ياك ولو كنت تشيفا كان اشكر بنزان الشيفا بك وشيفا تهر بر الكيفة من هات وهيدي هيدي وهو بك الشيفان ولكن دون مدح وهو بك وفاجلي تلخاكري شو قد جلك قنجة الغلتهاتية كأني اويا ملكة جمال يعني كأني جمال عالم جيد وهذا قال قراج انسانك عادي يعني ولو كنت فهم شوري خش بي ركر تمات حا شغلي واكر تمات حا زوقي واي وجلي واي وكت تشلو خد شاد كيش ترى او ذك فاتش تانا كيش كي ألفت ومحبت هاد شاد كن ولو كنت تشيش كي مبالغة كر يعني الشرعيش ترى جايز كري كنت تشتا كي واني تببيجي ولو كنا تجي خوضا بي بس تمات حكر تدلي جنك كسب دكي لازم جنك دائما بحسه كو دائما بشتا هو ميركي خويا يعني نكو بي والله زقيزا فلينم وتجي نتشتكي ميري خد داخنه وخدي خراكه وسعادته تشيناكي وال لكيفي مير خشنابه كيفي مير تاكو جنك دائما واي بنت اوي بلند بك الجام خاكو اويا بياكي برمزنه بياكي بر فهيمه فهمه خويا بر أدب عادات خواه مكانات خواه قومي خواه يعني دائما جنك وي بيش دابده وي بلند بكي بيا وال كيفيته جنجي دخوازه كو بيا دوم مدح شغلي ويا بكي وچلنجي ويا بكي وزوقي ويا بكي كفات اشتانا مجاملاتانا واني چه بون يعني سعادت چه دباد ما بيني جنو بيدا هما كو دائما بيا دوم چو قرتو يعني تشتكي شورك خاص هو نبي جي شورك خاص شيء نبو او نبو يعني ولذلك حياتك تعاسة يعني يعني كاني ضابطك كافي اندر ماله قش كجي ترسن جبيرك جي ترسن زارو جي ترسن فانا حياتك درستة نا حياتك يعني كو محبت شيء ببه وخوشي شيء ببه ما بين جنوب بيدا أدب أتكيت خشي لازم فاتشتانا دائما برنامجي واندا فاتشتانا هب أم سؤالك قديم دي ساج استوديو دكن كرمك سؤال خا شو حكم إسلامي دي نكاح مدني ده هيا بلى ما بري ذكر كلمة قو دبي عرفي ده نهاد في زماني ده دبي نكاح مدني يعني نكاح مدني غير نكاح شرعية نكاح شرعي ما قولكم ورزالغي
ظلام و جنک هبه و ازن خودی جنک هبه ازن بده با و برای کس ازن بده و دشعده هبن و قالان هبه فاگیش که شروط نکاح شرعی اسلامیه هنک اعتراف فاتشتان ناکن لو کو کچه که هفته دعجی بین رازی دبن دارن جمع رئیسی بلدی دبی ما یازمیش که ما هفته خواست امبون زواج و پیره تا گوتن زواج المدنی اسلام دخوازه و شعیری مالبات تا چه کر زواج اشتهار ببه یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی اولم ولو بشا سبی کت زواج بکی فرح بکه تشتان شرجی که دواره که شرجی که دوست و مریخ و مالبات خواهد دور فره دعوت که گشکیم برا زانبن فلان کس کچا فلین خواست به نکاح که شرعی مالک اسرا که مالبات که اسلامی چکر لازمه مشهور ببه و تشتا به دزی تشتی نابه که بود دزی شعدت تن نبود و قالان تن نبود و گو مهم هفته حاز کری وانی کر عینا زنکاریه زنکاری جی در اسلام ده تر حکم لسر چه نابن نه حق زنکه لمرکه کس بی اعتراف ناکه محکمه بی اعتراف ناکه محکمه اسلامی شرعی ولذلك یعنی ام دبین کد دائما العقد یعنی خدا تعالی قد اخدت منهن میثاقا غلیظا میثاقی غلیظ اف عقد شرعی کو شروطی خوگیب جی وینن مالبات که پاکش شهد به محبت ما بین اوان را شهد به الفت و یعنی خدا تعالی گوتی و جعل بینکم مودتا و رحمه ما بین جن و پی مودت هم یعنی تشتکی حذکرن که دل هم و رحم ما بین اوان را هم علماء تفسیر دبین مودة ما بين هذا نتيجة معاشرتك ميرو وجناب هفضل معاشرتك يعني لا حياة في الدين جماعتك أو مودتك حسكرند ما بيني هون ده شيء ده لأنك بأسلوبك الشرعي هذا نجيشنا هفدا علاقات جنسية هفرة شاكرن أو مودت شيء ده زاروك ما بيني هون ده شيء ده رحمة يعني برجاراً تنيري مثلا خلاف شهدبه دقيق درجاتك كو هفت بردن دبيرا دفكر طيب وزارو كذ ما بيني ماذا شهد والله كشك كلو كي ما هي بحياتي وان تدمير ببه مستقبلي وان تنا كو عم جبه هفت بقتن يا زنك تهنك داخي نجمرة أزنك داخي نم أم لهفت بكن جبو خاطري وزارو كام رحمة لهفت بكن رحم دم ما بيني وان ده شهدبه و فاتش تاجي كنا نكاح يعني فر مريها والعياذ بالله داره علاقاتك جنك كيرد كتشك كيرد ك جنك بي حاملة دبي زاروك دبي وو زاروك يود الطريق داره يا كدن ده دغري شر يعني علاقاتنا نا الرحمة نا مودته نا تشتي كنا حلالي به تشتي كنا حرامي به تأثاري مودته الرحمة تذا شئنا ولذلك دائما مری کو تشتی شرعی بگره و شروط شرعی بجی وینه کو چه مشروع به مشروع زواج به و خدا تعالی برکت دهتی که کو مشروع تجارت به تو شرعی مراعات بکی و خدا تعالی دیسه برکت دهتی که قازن جیتا که ولی دالک دائما انسان کانه به حیات خواه گوری شرعی خدا تا مخالف شرعی نکه دخندن ادا به وظیفه ادا به تجارت ادا به شغل ادا به دائما شرعی به پیش جاوی خدا خدا وانی گوتی وانی امرت که وانی عبد که ام دیسا سؤال که جدار و بکن سلام علیکم سیدان جنو مر چاو کنم مشکلی خواه حال بکن سؤال دبی یعنی مشکلی جنو مر مشکلات چه دبن یعنی چه اسلوبکو يعني مري وا مشكلة حل بكذ ما بين الجن ومير ذا وجيش ده لازم زاروك مشكلة وان بحس النحس زاروك وان حقت يعني دائما
پر مشکله هنه که مری دنیره دنیره مشکلی تشت نه یعنی نه مزنه نه مشکله یعنی ته مشکله مزن تنه نه چیه یا؟ والله جنکه مثلا شیفه کری مرک نه عجبان دوا شیفه دوا شیفه کری خواه زیده کری تا کم کری تا وا کری و شیفه شیفه ایدن ای خوشکی تا ایدی تشتا خوشترن ازعاجه دکه مشکلات که جاره که والا چی فینستانه که خواب بریه که جنکه والا دوی با زوقی با جاوی تکری نه زوق نه چلنگه و تفصیل مدل تکری خواستی چه کری مدل که کفنه و آقل که کفنه مدح نکر جنک جی ازعاج بو مشکلات جاره مثلا انت که انا زیارتی فلان داره مر قول لي ناك نام نار او جن قول لي ناك المهم تدناري حقتي مشكله تستنى تافه تستنى قيمه سزن لازم افات شتانا يعني اولا نحر تشتي بجافي اي دندي وقت ما قلتي بره لازم يعني نوعك تقدير هذا نوعك احترام هذا يعني جنك دوم مارك بلند بكي ومارك دوم بجنك يا راه والله زوقي تي خش علي يعني دباكو شيفنا عجبان والله شيفك الرنده ولكن تشكي خوي خي زياده با كام با بيتش تربا جارك الدين ان شاء الله تيهي واني تشي ترب كي واتش طناجي لازم برفل زاروكا نينا قوتن جار هي دنگی خال هفته راد که نه برای نل پیش زارو کامه لأنی زارو وقتی که باف و دی خود بیزن گلیان به هفراد کنه شوره نه خوشت کنه شوره تعل به هفراد کنه او ولو که زارو نبیشه جی نویره ببی او فدید که ببیش باف و دی خورا او هد دلی زارو تا دمینه ولذالک افضل هوا که او دی خواه خاص ظلام و جنکه هر نعودی خواه یا براکت نه یا مثلا وقتی راحتی وان پی نیفرود که خواه راحت بکنه یا وقتا که کزاروک مشغول بنه راکت نه اوه هینگا وای موضوعی خواه کد که به هفدر مناقشه بکن دبه که اختلاف ما بین وان ده هبه دبه که سوتی خورد کن دعودی وان خواست داره برا نل پیش زاروک همه لانی زاروک عقد نفسی پیردین گریدان نفسی یعنی چتنی وان را چه دبه که نری باو دیو خواه پیدا وقت دبه پتا پتا وان و شور وان و سر تشتی تاف و هره ناو احترام اشهف را ناکن و انعکاس دبه الحیات زارو کن اول مشکلی خواه به تنی حل بکن و مشکلی که نی مزم به خطر خاطر نبه درباز کن یعنی هفته درباز کن برا فی تشتی نه ضروری فی تشتی الا ببیجم الا وقتی دو الا وا بکن جهات مناسبه که بشکل که عام تشتنا قوتن يعني في خمرة صلى الله عليه وسلم كنا سعاد ذكرن لمالي خال زاروكي خال للدوستي خال بالنيف ناكرن دوكو مثلا هناك واني دكن واني دكن كوكو هناك واني دكن لازم في تشتي ناكن كاس نابي الجمرات كي دبي غيري منها ولكن او عبرتها والله اجي دكن في تشتي مادام ناك اجي ناكن هما تقول يا فلان جمعاتك كذا او زارو ما بيني بيركن او مالبات هذا تقول فلان تواني تشتكي نرد كري دبي يعني دبي برينك دلي ويدا تشي او بو برينا زوج بيرناك فر زحمت لي هما قلت اقول هنا قواني كل لازم افات تشتا نبي خفيف بو او تشتا ولذلك اسلوبي وعزه واسلوبي نصيحتي تشل جنك يا بيت تشل زهروك دائما لازم خدي ماله يعني بيني قدواتي جوارا اسلوبي شوره تشلو وان فهم كرم بده تشتان تشلو وان بعلميني تشلو وان تأنيبه وشدته دائما پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت تشتي عنف عنف يعني شدت زور كو كتا تشتكي او تشتا بطل كر و چت تشجي رأفة رحمة تيذا هبه نرمي تيذا هبه او هي بركت بكاويكي دائما برا شورتا نرم به نصيحتتا نرم به
قدرتگر یکی تشتکی ببیجی ملاحظه که بکه نه ضروری مباشرت نبویده و نجی نف جمعات و حفالی وی به پر جاره زارو که مران تقصیریه که تکیه تو خلا میشد بی حفالی وی تیده خاطه ماله تبر به حفالی وی وی یعنی اوه دده کی یعنی شور گران و قویم پیره دکی تا نفسی وی پیش حفالی وی کشت نه لازم پیش حفالی وی تشتی نبیجی لازم ما بین خوویدا یارم توانی کرد تا باتشتا توانی کرد با چهتر بو نه پیش حوالی بی نه پیش حوالی بالعکس جارت نفتی بدی والله عفرم تا فلان تشتی وانی کرد اما دید والله تا محتاج کی تا دستی بی گردی تا زقاق را در بس کی یکی کوره یکی کلکه تا سیاره عربه سکن آندن سبی توی در بس کی تا زقاق را پرتشتا کرنده یعنی تشتی او مدحی بکی تشجيعي ويبكي رند أخلاقي نرم أخلاقي باقش تدوي إذا ما بيني وي تشجيع بكي دروي ويدا باشا هما تدكي تشتكي لو ما كرم بدي وي برا ما بيني توي تنادى وبشكل كي ني عشكي شدت ليبي ولذلك باتشت أنا يعني دائما لازم مري مراعاة بكي دنا ساعتي زارو كان دا وإيه مالبات دا وإيه جنك دا ام دیسا سوالک جو اوید کن کرم که سواله زاروک کافر ایوانن ان نه یعنی وک ای مسلمانان هنه کافر هنه مثلا خریستیان یهودی مجوسی اوانا عرف و عادت و دین کیوان ہے پی زواج دکن یعنی مثلا خریستیانان اسلوب کی خواہ ہے پی جنان دو کچکان دو خوازن او دکن دبے کو تشتی وان دا مخالف ای اسلام ہے بن ولیکن مادم کو دولت مواطنی اسلام ہے وطن داش ہے دولت اسلام ہے نا او دکے اسلام حق وان دائی کی کو یعنی جنان بخازن و مارباتن چیکن اعتراف بجن واجد که و بزاروک واجد که ایوانن هما کو علاقه وانا بین حیوانن بین هما کل که داره لحفت کفن او دکن بین این مسلمانا کو یکی ملحد به کافر به اعتراف به اسلام نکه زنکاری بکه اسلام اعتراف بزاروک مسلمانی وانی اره نوی خو مسلمان ولیکن شریعت نگردنه اعتراف بزاروکی وان آگی ای وان جی ای کافران جی مثلا هنک خریستیان هنک یهودی نه تا علاقی خواه مالباته و او نظامی وان تطبیق ناکن همه کی داره که داره لیت دبی یعنی نظراک کافران هی لغربه نا ای ملحدن نه خریستیان ارید بیام خریستیان یا خواه چی ری بازار دارن کنیسه یعنی دبیم حاضر دبن ای کشه وعظان لمد که و دینه وانه همه تطبیقی مثلا دین دیانت وانه مسیحی و گورید انجیل وانه داته و تورات داته تطبیق ناگه پی ناگه وانا لا دینی نه یعنی بی دینن اوه که بی دینن بی تشتی وانی اعتراف ناکن زاروکی وان نه وانه یعنی اعتراف پی ناگه بین زنکاری هناك اول زاروك مسلمان زناكاري كل زاروك جيبون بيبون طبعا دينا يعني نجايز زوي زاروكي بوكو جي بي زناكاري زنبا وي زاروكي تنه زنبا دو باف ايكو زناكاري بها فكري هجار باف اعتراف بيه نابا يعني نا زواجك الشرعي او زاروكا ايكا ايجنكا يعني هجر ما نافك عام ليت كن أول نجايزة ويزاروكي بكوشي بي والله ابن الزنا كره الزنا كاري أمو بكوشن لازم أشي خل نجايزة تزنبا ويتنه ولكن باغ إثبات نابجي هما كب عرف عدد ديوانا معين أو ديانات يعني مثلا خد تعالى يعني ده سورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
مالی وی و زاروکی کسب، یعنی کسبی وی زاروکان. ابو لهب مشرک بو، ولیکن زواج خب عرفی اهل مکه و اهل مشرکان بو. خدا تعالی و امرأته حمالة الحطب، جنوی جن کرآ ابو لهب، یعنی اعتراف جنوی و امرأته حمالة الحطب ريق قامت يقولوا جزاو اقر جيرها. ما اغنى عنه ماله وما كسب، مال كرئوي ملكي يقول سال مالي خاي وزاروكي خاي وينا كسب ما كسب، يعني زاروكي ويكو كسب كري. طيب قد يكتب ايش فانا نا عقدي شرعي ونا مسلمان ونا ابو ما دام بعرف عادتي مشركا زوجيا جنب اخا زاروك بنا اخا اي خريستيانا او جواني بعرف عادتي خريستيانا ديانتي وان زوج عندن بو جن بو اوان زاروك بنا ايوان، يعني زاروكي وانا اي بعرف عادتي خواب ديانتي خواد زوجن تابع وانا هما كب بيعرف عادت بو بي ديانتي وان بو وانا اولاد الزين انا والعياذ بالله اسلام بيعتراف هناك ونجي دبنا ايقا تشتاق تفرده هي، يعني دائما اسلام لتشتي ظاهري حقيقي واقعي اعتراف هذيك تشتي حقيقي. يعني مثلا دبيكو دفا مجتمعي بردي بيدين برشي دبي یکی مال خواه جنه خواه و جنه که اخلاق سزه فسادی دکه و تشتان دکه و خلکه، یعنی گشکی زن پیسی جوه جنه دکن دبی و جنه به مری خرا نی درسته خیانت دکه زنه کاری بخلکه را دکه او دکه و زاروک جی چه بون او زاروکانه ای که نه ای مرکی وینه ای مرکن مادم اصل خواه زواجی خواه عقل زواجی هی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دبی الولد للفراش وللعاهر الحجر دبی زاروک تابعا جینه ای کی تا جی جنکه معروف نکاح شرعی لجمع هی زاروک تابعا وینه طبعا وين بافيو هي واذن كاري كاري جي اما الرجمه لي بكن جزي بيدن عقوبته بيدنا. طيب يا قد بي طيب هاي مثلا ام دينار نت دار جم فلينا جم كسي واني كي وزاروك جي تشبونا وزاروك خا شبهه خا بويد كفا يدورد كفا اود كفا اعتراف اسلام ناك الا يكو عقد نكاح بيراه الولد للفراش زاروك اي خدين نكحنا زاروك وينا وللعاهر اذن كاري حجر كفر جير لازم رجم بكن كواجر زوجي بي. يعني دائما اسلام تشتي واقعي دبنه هجركم مارك قبول نكر مارك جو از شكيت كما فيجن كي فزاروك فيجن كي هاتي نامنا في وجه غير شبكنا اللعان اللعان خدا تعالى سورة النور قرآن بيروز ده قوتي يكي كو شكي كرا جنكي خوا أو بتشافي جنكي خوا دي نكون شعظام وين بي جنكام زنكاري كما بتشافي خوا دي بمارك مارك جنكا سر هفن أو يكي بجنكي وين رأي أوي بيتشبك چار جاران سوند بخي واللعنه اللي خب ببارينه مهرك چار جاران وبي وزاروكا نيجمنا ونبو في زاروكي من كجنك اعتراف كر ذاتي في عقوبته بجنك هذا او بكن وزاروك نابه ايوي هجر كجنك اعتراف نكر وهجر چار جاران جنك سون بخه واللعنه الخب ببارنه وبغضب خدا تعالى لسر مبه
کوایا مرکی مدرمان افتران لمد که او و زاروکای جویه ج مرکی منه و چه عقوبت نل وید که به نل جنگید که به او و چه هفده بقتن او لاوک ناب ای مرک چنان مرک گو نه منه چهار جارم ورگا سوند خواه و پیراد شرعی را تیه گوتن اللعان یعنی مرک دبی نه منه جنگ دبی ایوی جبهج هفده بقتن لأني يعني حياتي جنو ماري إيه زوجي لسر سيقته ما دم سيقت أو بو يعني لهفده افترا كرن مارك دبي كرن نعي منا جياكي دينا وجنك جي دبي آوي افترا المكرفاي يعني سيقت نما ما بين جنو ماردا لازم جهفده بينا بردان ونابع جارك دين بهفده جن يعني فا خدا تعالى فا حلا شرع كري لأني يعني ماري كان شعد اللغي لسرجنا كدين ندم يعني خدا تعالى أوي زنكاري برشتن كري لازم شار شعدة ببينكم مارك لسرجنا كي واني 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 دي إيه فاجي تشتكي شار شخص دو وقت يا دو نفسي وقت يا ون شعد اللغي برشتنا ولكن مارك شو وقت أنت هندر مالي خا شاده پیروتن هنو های دنیاره که مثلا زنام که دندر مالی بیده جنگ خواهیانده پید که و حلا جمعیرک و جنگ یعنی دائما مالبات اسلامی لازم مالبات که لسر درستی به سر راستی به سر سقط ما بین جنو مهر ده به باوری به هفته کن یعنی هر کس دلی خل ایدینی رو نشکاندنه کچه خلل کتفی تشتی او مالباتا خراب دید. ام سوال تالی بکن دیسا جا برادر امه دروا کرم که سلام علیکم سیدا مالباتا که خواش چای دو برادر امه دو چه مقویمات که مالبات نجاح تی کفه چه یعنی چه تشتی ده هبه که و يعني مالباتا ام بمالباتا كرحتا كيفا خوشيه تيدا خوشيه واك ما قلتي اولا شروط الشرعي تيدا هاتنا الدين وياك هذا الديان مارك شحق ليد كذا شحق يخوه فعم دكي وجنك زانبه شحق يخوه جوارد كذا شحق يخوه ليه حقوق خواه واجبات خواه فهم کربن آدد دیان آسسیان سقط ما بین ایوان ده همه ما بین جرگ باوری به هفدد کن یعنی والا جنکی رو هفوال نقاهات نجم او مثلا میوان نقاهات او بکن سقط زانبه که جنک به ادب خدا کمال خدا مرک دارد کفه یعنی نخوشه پر نخوشه که جنک هر کی موبایل جوال تلفون مرک خواهد هندر وی دزی بگه تلفون فکر که چه ماس جیر را هاتنه و چه دینه و نوی کچکه کتیه نوی پیرکه کتیه نوی تشتی دوم یعنی وی خواهیم بحثی بینه والا دبه کم جنه که دین رو به دبه کم سر مزوجی به دزی جو به کم فاتشتا نه ادبه سیقت دارج ما بینه او مرک موبایل جنه که تلفون جنه خواه فکر بیوه راکت ولی درک در چو موبایل فکر حکاب که رشور را کری که و نه سیقت لازمه سیقت باوری هبه جنک مرک بکه مرک جنک بکه او باوری ها که بس خلل کتی که شک کتی که حیاتی اونا تی قلافتن آسسیان مشکلی خواه یعنی خود تعالی تدرج کری گوتی کن که اگر ما بینی وو جنک ایده خلاف چه بو برای پی وعظه بکن یعنی نصیحت لجنک بکن مرک نصیحت لجنک یا جنتو وانی دکی وانی دکی باشتا ما بینی خواه ایده ده پیر مرحله دیدیان یعنی گل نکر جنک کیف خواد ماشه مرحله دیدیان وهجروهن فی المضاجع یعنی دجی ویده پشتی خواب بیده يعني بيرا يعني دائما جنو ميركو كفنا جيان كفنا سر تيغ
شوران دكن او تسليد من حطات كفنا خو نا كنت بشتي خداي كي تشور بيرا نكر تاخدا وأذبك تديك يعني تنبياك تديك شوري من نسعات التكي تبي نقرت ولدال بشتا خطا دايكي و آس سيان مرحلة سيان ديسا كل تناكر خد تعالى قلتي واضربوهن يعني ليخن بس نليخ استناك كنت تحقيري وإهاني وابكي بنكي خدي وابنا ليه بيخمر السلام بجنك يا غرا قلتي وهكذا من الوقت من أدبك من الرئيس سواكي الوقت يعني سواكي كنت بيدراني خبقتك من الرئيس سواكي الوقت وليه نخص لجنة يا خي يعني بتشتكي اللي خسر نجي كل سفطة اللي خيتشوف والرش أو بمن بوار من نا يعني تشتكي أدبك كنت تنبيه وابكي واجي نكر يعني سفطة نصيحتك بيرت بشتي خدايك جيان ده دبرت ضربك اللي خستناك كنت تنبيه وابك يتنكر قلت تنكر هين وشغلتي حكمك خديخة بوفيت برايت بسمام كتا وحكمك أهلي واب بوفي براي واك حرد الرونن والله هفد ناكنا جنوك ما فلان وفلان هفد ناكن يك جهالي ما رقدا يك جهالي جنك يدا هفد رونن شو مشكلة أنا وأكم قلتي بره فرجارا مشكلات تافهة يعني تشنق ما تسجن والله من خارنا منا عجبا نزا مواكر زوقة منا عجبا نالي نزار مجان فلينا أنا أوي مش من منع بك ناري تشتكي تافهة وأقر فذا تعالى قلتي وأقر صلحة بخوزن أوانا فذا تعالى التوفيق هو حرد حكمان بدأ بمشكلة وان حل بكن إذا فكر صار طبيعته ولكن كو يناديكو تشتي كورن سقطتن خيانتها تشتي قويها وشو ما بيني هون طلاق وحرت حكمان ببرج عبد المقاتل حريك بالرياخ هذا المهم اسلام دائما تشت امور اسرته ايه مالباتي تشتك نهشت جيتشو كده تبركو هفد بقرن وقت ما قلتي كفاهن لباس لكم وانتم لباس لهن جوات شو هذا يعني تشتيكو دائما وانا بهفددها قريدة وانا بهفددها خوش بكي سعادتها چه بكي چه مشكلة چه بون حلق جوان رداني چلو نصيحتها بكن چلو معاشرة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء واجه الله فيه خيرا كثيرا دباكو جا والله برماريها بافو دا دارن يكي جنة كجير رد خازن وين نديه يعني إسلام جائز دكاكو كشكيت تبوخ هذي هاري ببيني يعني فعن بكي لي بناري أو التبناري هناك دارن يا كاجير والله قيزة فلينة فلينة واني مدي مع عجبان دي تنين دخازن شكور كرة بعد يكو دخازن تدناري الفت شهنابه يعني هفد الندينة ونا أخلاق هفد الزانن وبافو دي آني أو فرز كرن واجناته وخلاص هو يا محبت شيء نبو مثلا الفت شيء نبو أخلاقي وين ناكا في السلم هبد الله شيء نبو وده تعالى قلت وعسى مع ذلك عاشروهن بالمعروف معاشرتي وحقوقي وأدبي ومعاملتي تبيرا بكي برا خوش به خوش بك دباك وانت تشتكي كراهته ذكن ونجي حزناك شكلي واج اخلاقك دباك وخد تعالى تشتكي ذريتك دداج وكشكي تجي حزناك ببيراكتا وتجي نفرتك دباك وعسى ان تكره ويجعل الله فيه خيرا كثيرا دباك وخد تعالى خيرك مزن لسر دستي واجن كشترة شهدك دباكو رزقي واي زيادة كبتها في رزقي تتزنجين دبي دبا زاروكنا يعني بهش باقل بأدب شهد بن نافي تردكن كسب مالي تت شهد بي أو يعني نقضي دائما برهما چلنج بي أو برماري چلنج يعني أخلاقي خبرناد أول يعني
دانای نجمیر کرا نخوزن والا المارا باوی خم خزمچی مهنه ابون او امنه ابون ازوانی و ازاد مجمتا تشتکی تتنه تشتکی خود دانای نه این چلنگی غرور چلنگی خود که یعنی هر کس انسانی کاملی سدی سد در شکل دو جمال دو اخلاق دو دو علم دو دو عدد دو عرف و اره نالا دبکو نبینه تدخوزی ولكن تصبر بك ولو اخلاقك جي نعجمان دي اخلاقك دين امانتا ناموس تحفظ دك شرف تحفظ دك تبوشمان ناكل فديكار در ناخل بيش خلكل بيش بيوانه تا يعني تبقى تشتكي جي حزنك تشتكي دين جي حزنك وخد تعالى دبك خيرك ما زل سر الاستواء تحقيق دك او خيرش ترى كسبك ما زنا ولذلك معاشري وبكم بالرندي بأخلاق إسلامي ودائما توكل بخدر تعالى بخدر تعالى إن شاء الله خيرا لسر دستي واجنة جمرة وينة وأخلاق إسلامي كنت معاشري وإنسانك دائما وكما قلت لك بشريعتك وبحكم شريعتك وتحمل صبر كر خدا تعالى وی پوشمان ناکه فعلا خیره وی سردستی وی جنه سر وی ماله برکت تی که مودت و رحمت چی که و خدا تعالى وی پوشمان در ناکه یعنی فا مجمل افکاری کو مگو تیل سر محبات اسلام و اسلام وقص اهمی دایی که لازم افا تشتی ول اما حوالا بکن کو تشتی مخالف اسلام لقدیم خاصة المجتمع مي كرمان جان فر تعدل الجنيد به قيمته نادنا الجنيد قال لك هنا كان شيء يعني جن بردايد خاذة تشجن من شبك يمكي يعني واد بي إفراد وتفريد هنا كان جن بردايد خروج تكير ربال تكير مال النانر زاروك النانر بردانا هنا كان يشدين خنق عند جن نحقك وين اعترافك دائما الاسلام تشتكي وسط حكم الاسلام ام بخازنكم مال باطي وخمريخ قبيليخ عشيريخ دائما حكم الاسلام تيضا بمنشنه خذ تعالى ان شاء الله التوفيق بده ام جيشنا تالي خلق اخا جارك الدين حتى ام هفد ببينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته